السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي روائع التاريخ الإسلامي. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الدولة الأموية ونشأتها وعن الخليفة المؤسس وعصور قوتها وضعفها، والآن سنكمل. شهادات المؤرخين من السنة والشيعة: تولى معاوية الخلافة ووراءه تجربة طويلة في الحكم والإدارة وسياسة الناس، فولايته على الشام قبل الخلافة لمدة تزيد عن 20 عام أكسبته خبرة كبيرة هيأت له النجاح في خلافته. والحقيقة أن معاوية كان يتمتع بصفات عالية ترشحه لأن يكون رجل الدولة الأول وتجعله خليقا بهذا المنصب الخطير، وقد شهد له بذلك مؤرخو السنة بناء على رأي الصحابة الذين عاصروه. يقول ابن تيمية: فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خيرا من معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، أما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. كما شهد له عدد من المؤرخين الشيعة رغم عداوتهم الشديدة لبني أمية، ومنهم ابن الطقطقة واليعقوبي والمسعودي. وهكذا يكاد إجماع علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن تلاهم ينعقد على الثناء على معاوية وجدارته بالخلافة وحسن سياسته وعدله، مما مكن له في قلوب الناس وجعلهم يجمعون على محبته. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. رواه مسلم. كان معاوية مجاهدا في سبيل الله محبا للجهاد، كما كان إداريا بارعا واقتصاديا خبيرا، لذا شهد عهده أعظم الرخاء للمسلمين، وكان المسلمون سعداء بحكمه. خلافة يزيد بيعة أم وراثة؟ كبرت سن معاوية ورأى أنه إن مات دون تحديد الخليفة القادم فستطل الفتنة برأسها من جديد، فأخذ يفكر في من يصلح لترشيحه للخلافة من بعده. وبعد تفكير اهتدى معاوية إلى أن من يصلح للخلافة بعده ويملك مقوماتها وفي ذات الوقت يجمع اختياره الأمة ويمنع اختلافهم هو ابنه يزيد بن معاوية الذي أعده معاوية إعدادا حسنا، كما أنه يملك مزية لا يملكها الكثيرون من المرشحين الذين هم أفضل منه في ميزان الإسلام كالحسن بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير جميعا، لأنه يتمتع بأنصار كثر يؤيدونه ويقاومون من يفكر في الخروج عليه، وهم بنو أمية أصحاب الشوكة والقوة في هذا العهد. لذا عهد معاوية بالخلافة لابنه يزيد من بعده، وأخذ البيعة من المسلمين على ذلك فيما عدا البعض الذين رفضوا أن يبايعوا، ومنهم الحسين وعبد الله بن زبير جميعا. كانت هذه البيعة نقطة فارقة في حياة الدولة الأموية وفي مسيرة الدولة الإسلامية ككل، إذ رغم أنها كانت ذات ظروف خاصة خشي فيها معاوية من اختلاف الأمة وتجدد الفتنة مرة أخرى، إلا أن من أتى من الخلفاء بعد معاوية استغلها في غير غرضها، فكان كل واحد منهم يستخلف أبناءه من بعده، فتحولت الخلافة الإسلامية التي كانت قائمة على الشورى منذ عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين إلى ملك عضوض يرث فيه الأبناء الملك عن الآباء. ولئن كان معاوية معذورا ومجتهدا فيما فعله فإن من جاء بعده لم يكن كذلك، بل سعى إلى جعل الملك في عقبه عن غير سبب، فإن الفتنة بعد معاوية قد صارت بعيدة العهد، ويمكن رد أمر الخلافة في هذه الأوقات إلى الشورى، ولكن شهوة السلطة غيرت مسار الخلافة. أحداث خطيرة في أول عهد يزيد: توفي معاوية بدمشق في رجب سنة 60 للهجرة، وجددت البيعة ليزيد بعد وفاة أبيه، ولم يشذ عن ذلك إلا الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وسيكون لكل منهما مع يزيد شأن كما سنرى. تابعونا في الحلقات القادمة لنعرف ما الذي سيحصل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن لصفحتنا على فيسبوك واشتركوا بقناتنا على يوتيوب.